السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. اليوم عندنا زراعة بذور، وكثير من الأخوان يسأل ليش تستخدمون الصينيات، ليش ما تستخدمون الصيصات؟ طبعا الصينيات لها محاسن كثيرة ومساوئها أقل. في البداية فيها نسبة العيون أكثر، يعني هذا النوع تقريبا 9 في 6 يعطيك تقريبا، أعتقد الله أعلم، 54 عين، يعني ممكن تضع 54 بذرة هنا بشكل جيد. لكن لو راح تزرع في 54 الصيص، هذه تقريبا 20، وشوفوا عاملة زحمة كيف. هذا رقم واحد. رقم اثنين، احنا راح ناخذ من الصينية هذه أجود الشتلات اللي موجودة، الشتلات اللي عليها ملاحظات راح نستبعدها. لذلك بأمر الله سبحانه وتعالى راح يكون إنتاجنا مثلا مثل شتلة الطماطم الجيدة هذه، لكن شتلة الطماطم تعبانة مثل هذه راح نستبعدها من الأساس من الصينية، ما راح ننقلها للصيصات اللي موجودة هنا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أمر مهم لما تعمل على الصينيات تبع التشتيل، يعني معليش بعض الأخوان أنا أشوفه يعلق، يعني إحنا دائما ننبه إنه التعقيم مهم. يعني الآن أنا أبغى أزرع، أنا غسلت هذه ورتبتها وكذا، ما ينفع أستخدم واحدة سابقة مثل هذه. الآن هذه أنا زرعت فيها مثلا وفشلت أو صار عندها أي مشكلة، ما أكب التربة اللي فيها وأستخدمها مباشرة، لابد إنه أنا أغسل هذه وأعقمها وأرتبها بشكل جيد، ثم أبدأ في عملية الاستخدام. أيضا بارك الله فيكم، مسألة تعبية الصينية. الصينية تعبى بطريقة يعني جيدة، أهم شيء أنه إحنا ما نضغط على التربة للأسفل. يعني مثلا أنا حطيت الآن الكمية هذه، أفرشها بهدوء، تمام، ما أضغط عليها بيديني للأسفل، مجرد مسح، تمام. خلصت أنا الآن منها بالشكل هذا، شايفين؟ الآن يفترض أنها تكون جاهزة لوضع البذور. أنا عندي حلين، إما أن أحفر كذا في كل العيون، أو أنه أنا أهزها بالشكل هذا. لاحظين بدأت تنزل للأسفل. الآن أضع بذوري، ثم بعد ذلك يعني أبدأ وأفرش عليها غطاء مرة أخرى. بالشكل هذا راح أكون وضعت البذور، ثم مسحت عليها، تأكدت أن البذور وضعت كاملة، تأكدت أن البذور قريبة ما هي نازلة تحت. أيضا لو جينا للجزء الثاني هذا اللي على الجنب، استخدمنا الطريقة هذه، بعض أخواننا يمكن يجهل الأمر، ثم بدأ يضغط ويعبي بالشكل هذا، تمام. البذرة ما راح تتحرك معك هنا، ما راح تقدر تتحرك لا للجذور انها تنزل اسفل، ولا ايضا انها تطلع للاعلى، لانه انت ضاغط عليها وكاتمها بقوة. لذلك احنا نتبع الطريقة الاولى هذه. الان ان شاء الله راح اعبي الصينية بشكل جيد ونبدأ نضع البذور. الان شايفين كيف الصينية اصبحت فيها انخفاض عن الحد، وهذا هو المطلوب، تمام. الآن راح نزرع بذور فيه الأخ الكريم يعقوب الجليجل من الكويت، جزاه الله خير، أكرمنا وأهدانا مجموعة بذور، هو كريم جزاه الله خير. وهذه مجموعة البذور، أشكال وأنواع مختلفة، راح أزرعها أنا وإياكم. الآن راح نبدأ بطريقة وضع البذور. حقيقة أنا يعني بعض الأسماء أنا لا أعرفها، لكن راح أضعها أنا وإياكم. أخذنا من النوع هذا 6 بذرات ونبدأ. بسم الله، 1 2 3 4 5 6. أيضا ما يمنع أنك لو تبغى تضغطها شيء بسيط، ما يمنع. أخذنا من المجموعة هذه برضو، طبعا أنا راح أزرع 6 حبات في كل مكان، يعني
وراح أزرع في كل عين حبة، ولكن راح أخذ 6 بذور من كل نوع وراح أزرعها. الآن وضعنا 6 حبات بذور من النوع هذا. شوف اللي بعده، وهذا السن فلاور، أعتقد أنه تبع الشمس أو كذا. بسم الله. طيب يا إخوان، إحنا راح نكتفي بالتطبيق هذا ونشوف الشغلة الثانية اللي إحنا راح نسويها مع البذور. الورود اللي اخترتهم رقمتهم بأرقام لأن أسماءهم طويلة، وراح أعمل عليهم استكارات وأكتب عليهم بالقلم اللي ما يمسح إذا جاء ماء تبع CD. طبعا هذه ملصقات تلقونها في المكتبات، أسعار هذا 3 ريال سعودي. عملت التاريخ ورقم الكيس اللي هو العبوة، مثلا هذا كيس رقم 1 حطينا تاريخ الزرع أو الزرع اليوم اللي هو 24/2 عربي، وهذا كيس رقم 1. راح أشيل الملصق هذا وأحطه على العين الأولى من الأسفل من هنا. الآن وضعنا الملصقات بالشكل هذا. الآن زي ما قلنا الترقيم اللي هو تاريخ الزراعة والصنف، نوع الصنف 1 2 3 و4 وكذا. الآن هذه بذورنا أمامنا، تمام. الآن راح ندفن عليها شيء بسيط بالشكل هذا، راح نمشي التربة. وضعنا التربة الآن بهدوء بالشكل هذا، نقفل على جميع البذور. طبعا العملية هذه والبيتموس والتربة الألمانية هي قابلة أنها تنقل للزراعة المائية مباشرة، يعني سواء حبيت أنك تنقل الورود هذه لزراعة مائية أو أنك تزرعها في تربة هي جاهزة. الآن الوسط هذا وسط مقبول في الزراعة المائية وفي الزراعة، سواء بغيتها عضوية بغيتها بأي طريقة كانت. طيب قفلنا الآن. الآن خلاص راح ناخذ المرش ونبدأ نرشها بالبخاخ تبع الماء، تبع الرذاذ هذا. راح أجيبه الآن. بسم الله. راح نبدأ نرش بالشكل هذا، وراح تشوف إنه التربة راح تنزل للأسفل. التربة راح تنزل للأسفل. إحنا نرشها تقريبا 2 3 مرات. المرة الأولى هذه بالشكل هذا، خليها شوي راح ينزل الماء اللي موجود فيها. الرشة مرة ثانية، الرشة ممكن الثالثة. الأيام القادمة ممكن بعد يومين أو كذا راح نبدأ نسقي الصينية من خلال الأحواض لأنها تتشرب من الأسفل. يعني بداية ما تطلع الأوراق وكذا للبذور ما راح نبدأ الرش بالرشاش إطلاقا، راح نسقي من الأسفل عشان ما نكسر الأوراق اللي طلعت جديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وأنا عارف أنه طريقة سهلة لكن حبينا نشارككم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.